مصطلحات ما انزل الله بها من صوته جايه غريبه علينا. انا هقول لكم كذا موقف انا ذات نفسي شفته وعصرته ملوش علاقه لا بالمجتمعات الشرقيه ولا بالمجتمع الاسلامي. طيب الاغتصاب الزوجي، تمام، هم بيسموه كده، هم انا هقول لكم الصح دلوقتي. الاغتصاب الزوجي، التسميه دي صح؟ اغتصاب زوجي دي تسميه صح؟ يعني تسميه خض البنات، يعني انا واحده ست متجوزه ومخضوضه اصلا، يعني خصوصا بقى اللي لسه يعني البنات لسه ما اتجوزوش ولا لسه مخطوطه، تقول لك اغتصاب يا نهار ابيض على الجواز وقطع الجواز، مش عايزين نتجوز على الرجاله على اللي بيعملوا كده، انا مش خلاص. ويكرهوا الناس في حياتها بسبب مصطلح، مش عايزه اتجوز وكرهت الزواج، النتيجه ايه؟ ده على طول هتقولي النتيجه كده على طول ايه؟ تفكك بقى، انحلال بقى، والتوجه لكده، عشان بس تبقوا فاهمين الكلام ده. انا زي ما قلت لكم اتكلمت قبل كده تقريبا كان 13 او 15 دقيقه مش فاكره، واتمسح الفيديو، فانا بعيد تاني، ما عنديش مشاكل اعيد. طول ما الدنيا خاصه بمنظومه الاسره لازم نطلع وتهدم ثوابت، لازم نطلع نقول بص طب كده، نقول بقال الله قال رسول الله، والعقل والمنطق والاحترام اللي الاسلام كفله، عشان بس كده الاسلام بريء من اي تصرف شاذ، والاسلام بريء من اي تصرف خاطئ من ست زوج او من او امراه زوج ست او زوج راجل، تمام كده؟ طيب انا بقول مصطلح الخض حتى للمتجوزين مش بس للبنات، تسميه خض ذات نفسية بالكوا البنات بقى، حاجه تخوف وترعب، الاغتصاب المخ ذات نفسه بيرفض، مش عايز اسمع ولا افهم ولا عايز حد يتكلمني على الموضوع ده، انا رافضه. بص انا رافضه وانا مأيده كل حاجه. ليه الكلمه تخض؟ وهو اللعب على المصطلحات. عارفين المصطلحات بايه؟ تعالوا ما اقول لكم تاني واحفظوا عني الكلام ده. المصطلح اللي يمس المشاعر، خليني اشرح لكم الحته دي. المصطلح اللي يمس المشاعر والاحاسيس والكلام ده يحصل فيه ايه؟ يحصل احنا لا ويأثر فينا قوي. تاني اشرح لكم، انا بقول على ايامي لان انا من ايام زمان، ايام هكسوس يعني، ايام زمان قوي يعني. فيعني كان عندي انا في ثانوي مثلا فيلم تايتانيك ده كان لسه طالع، فالفيلم ده كان مش يعني على الطراطيش ان السفينه بتغرق، دي قصه حقيقيه، السفينه بتغرق، مين اللي بيتنقذ؟ اتنين بس، مجموعه صغيره 700 ل 600 من 1700 تقريبا. طيب اللي اتنقذوا دولت هو مش مركز لا اللي غرق ولا الاطفال ولا النساء، ومركز على مين؟ البطل والبطله، طار عاش ولا ما عاش، مات غرق ومات وانقذها ومش عارف ايه. الشغل على الايه؟ على المشاعر. فانا متعاطف، انت متعاطف، هتقول افلام المصري زمان والبنت ماشيه من البدايه وراحة تعمل غلط، وانت متعاطف ليه؟ لانه مس المشاعر، اداك جزء من الحياه الشخصيه والمشاعر. اي حد بقى، مش عايزين نقول اسماء تانية يعني، تمام، اي حاجه غلط يقوم جاي حاطط فيها حته مشاعر بس خلاص. فما يجي عنوان زي ده كله مشاعر وحزيز خلاص رافضين. الموضوع ده بيخص الاسره وبيغير للاسف قناعات البنات، قناعات البنات المقبلات على الزواج، افكار مغلوطه وفيها تحريض للزوجة على زوجها. لو ايه؟ لو الامر فهمته غلط احنا هنصحح النهارده الكلام ده. ليه؟ لان في حالات عنف في وهنوضح الكلام ده، بس هنقول في حلقتنا ايه النهارده؟ هنقول كل اللي يخص الموضوع ده من احكام الصح، الدليل، عشان نحافظ على الاسره وتفضل متماسكه يا جماعه، في ظل بقى الفتن الغراء ديت، الحاجه اللي احنا فيها دي، والفتن ايه ده؟ بتغير مبادئ وبتغير قيمه الشيء. هو الصح فين يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ لدرجه ان انت عمال تقنع نفسك، ده احنا بنقنع الناس دلوقتي بالحلال البين الواضح الابلج اللي ما فيهوش اي خلاص احنا بنقنع الناس بيه دلوقتي، كاننا عارفين في عصر الجاهليه وبنقنع الناس بالاسلام، قل لا اله قل هو الله احد احد من جديد. يطلع بقى مشروع قانون يجرم الزوج ويطلب من الزوج ورقه، ها؟ طلب موافقه، طلب موافقه من الزوجه يا جماعه علشان لو انت عايز العلاقه الخاصه، يعني ايه؟ حاجه كده تخلينا يعني نفط من دماغنا، لازم في حاجه غلط بتحصل لازم نوضحها. ايه التجاوزات اللي ممكن تحصل في حاجه زي كده؟ انا مش عايزه اقول لكم الكومنتس بتبقى ازاي، وفي عنف موجود فيه بس هشرحه لكم ايه، لان بعيد كل البعد عن معنى تاني. كل بيت ممكن يتعرض له، كل زوجه في حياتها ممكن تتعرض، تقول لك تخيلي ده حصل زي ما بيقولوا كده، ده كذا، ده انا هخرب بيت وهفعل عليه قضيه وهجرمه وادفعه واعمل مش ليه؟ ما منه لله، مش ناصر قالوا عليا، مش عام كده، انا هزل وازل ليه؟ وهي فاهمه ايه؟ بص هي في شعره كده، حد فاصل ما بين المصطلح ده وما بين اللي احنا هنقول، في خط رفيع فاصل ما بين الاعتداء وبين المزاجيه، المزاجيه الغير مبرره، مش العذر الشرعي اللي فيه ثلاث واحد هنقول تحت ست نقاط النهارده، وبين الصح وبين الفطره اللي ربنا فطرنا عليها، وبين عادي التمنع، وبين انها انثى يتودد ومحل طلب، حاجات كتيره.
لكن كم التعليقات، انا مش عايزه اقول التعليقات اللي انا قريتها والكومنتس اللي جت، انا استحيت اكمل صراحه، والله انا استحيت اكمل قراءتها. وانت ازاي بقى هتثبتي ان زوجك اغتصبك وعملك مش عارف زوجك؟ مش عشان بس عارفين الشلولخ، فاكرين اللي مش عارفه جاي فك يمين لفك مش عارفه فين، ودنك جايه مش عارفه منين، حاجه كده يعني تمخول العقل. بس في حته صح اقول لكم هي ايه، فين الدليل؟ يقول لك بقى فين الدليل، والناس اللي داخلين يردوا بقى واللي يردوا على اللي بتسال التانية، هتشرح لي القاضي ازاي يا قطه مش عارفه ايه، وكلام غايه في قله الاحترام، حاجه كده يعني. طيب خلينا نبتدي وركزوا معايا، ويا ريت الناس يعني اللي بتحب تتكلم وتحب واللي تحب تفهم اكتبوا ورايا، يعيدوا الحلقه دي، اقعدوا افضل عيدوها كده واحفظوها عشان نقول فيها كلام مهم جدا. اولا التسميه دي تسميه غلط، اغتصاب زواجي ده مش صح. الاغتصاب ده انت بتاخد حاجه مش من حقك وبالاكراه، ماشي، وما بيقصدوا مع ان ده زواج يعني حاجه من حقي، بس في امر معين. اغتصاب الزواج اللي هم بيقولوا عليه ان اقامه الزوجه علاقه جنسيه مع الزوجه، او حضرتك بيقولوا ساعات الزوجه بتعمل كده بغير رضا احد الطرفين او بغير رضا، بيبقى في عنف. ده اللي بين الزوج والزوجه مش اسمه اغتصاب الا في امور معينه هنسميها ونوصفها، لكن اسمه ايه؟ المعاشره بالاكراه. إيه المعاشره بالاكراه هي اللي ممكن نتكلم عليها، لكن اغتصاب زواجي لا، ده انا ما اعترفش بيه، ده لا، كلمه اغتصاب دي حاجه مش من حقك، لازم حاول زوجته. هم ماضيين على العقد ده ان كل واحد من حقه كذا للاخر وفي للاخر واعفاف الاخر وتفريغ الشهوه في الطرق الحلال. وهقول لكم يعني حكم المعاشره بالاكراه ديت في الاخر هتبقى ايه، والاسلام اكرهها ولا لا، بس تعالوا نصحح باقي الكلمه عشان واحنا بنتكلم نتكلم صح يا جماعه، ومحدش يضحك عليكم ولا يضحك على البنات يا زوجات، يا نساء الاسلام كلكم، يا نساء المسلمين اسمعوا مني الكلام اللي انا اقوله النهارده، واوعى حد يلبس عليك دينك ولا يلبس عليك فهمك ولا يلبس عليك الثوب، والله الفطره اللي ربنا فطر الانسان عليها. الاسلام فرق ما بين نوعين ثلاثة من الزنا، الزنا الحقيقي والزنا المجرد اللي قلنا عليه، والزنا اللي بعلاقة غير شرعية بين طرفين، ده زنا بيتم بالتراضي ساعات ما بين الطرفين، استغفر الله، وعقوبته معروفة ومحددة في الشرع، المحصن له حد كذا والغير المحصن له كذا، تمام؟ الزاني المتزوج له حد، والأعزب الغير متزوج له حد، تمام كده؟ تمام. النوع التاني من الزنا اللي هو الزنا بالإكراه، وده اللي بيسموه دلوقتي في المصطلحات القانونيه الاغتصاب، وهو ممارسه الزنا بس معاه اكراه من احد الطرفين واستخدام القوه او العنف، والعقوبه بتاعته طبعا بتبقى ايه على الطرف اللي هو قايم بالامر ده دون الطرف الثاني. طب اثبات الطرف الثاني زي حاجات كتيره جدا جدا، حتى في القانون المصري الناس اللي دخلوا عود سنه ثانيه تقريبا قانون العقوبات هيقول لك لا في علامات تبين انها كانت موافقه ولا غير موافقه ولا كان غصب عنها وهكذا، تمام. المغتصب عقابه اشد من عقاب الطبيعي، كل جريمه بقى باللي بتتم بالاكراه امر طبيعي ان يكون عقوبتها اشد من العقوبه اللي هي الطبيعيه اللي يكون بالتراضي ما بين الطرفين، استغفر الله، في كلا الاحوال. طب ايه اللي بيحصل بقى في قضيه الاغتصاب الزوجي اللي احنا بنتكلم عنها؟ بيناقشوا علاقه مشروعه اصلا يعني هو مش واخد حاجه يعني هو مش بيعمل حاجه حرام، بس هقول لكم علاقه مش اصلها علاقه بين زوجين، اللي بيحصل بينهم ده علاقه حلال، اللي بينهم بيحصل بس ان هو بيعملوا الحلال اللي ما بينهم، فبتبقى علاقه ما بينهم ما بين الطرفين والاثنين متراضين عليها، متراضيين عليها، انا بقول كلمه ايه؟ متراضيين عليها، وعلاقه تحل لهم بتحل لهم العلاقه دي. اللي بنناقشه بقى هنا ايه؟ اكراه طرف، اللي هي المعاشره بالاكراه مش اغتصاب. ما تقولولوش الكلمه دي خالص ولا تطلع. معاشره بالاكراه. ان احد الطرفين بيكره الاخر على العلاقه الايه الحلال، يا من حقه بس اكرهه عليه، سواء بيقول لك الاكراه كان من الراجل او من الست، وفي ممارسات كتيره يعني في قصص كتيره حاجات ان ممكن تبقى من الزوجه، ما اعرفش ازاي مثلا عندها عضلات ايه يعني الدنيا مش واضحه يعني، بس في حالات كده في حالات كده يعني في قضيه بس مش تبعا عشان انا بقول لكم، وكانت قضية في الغرب يعني مش عندنا، مش في مجتمعاتنا، ولا مجتمعاتنا الإسلامية والله، ولا تمت الكلام ده بصلة. أنا هحاول أقول لكم التفاصيل بدون يعني إيه، بدون دخول في في في, في يعني في حاجات ما ينفعش تتقال. إن الست على علاقة هي والعشيق بتاعها، وبعدين معرفش عطاته حبوب إيه، وبعدين هي اللي ضربت إيديه معرفش فين وبتاع، وقامت الأمر وراح المستشفى بقى والدنيا وبتاع، واترفع عليها قضية وكانت هيصة كبيرة، مش تبعنا.
مش تبع ده امر الستات يعني. لكن في الفتره الاخيره في الفتره الاخيره بيحصل حاجات، وقالوا نسبه من 3.8 او وصلت ل 4 نسبه فعلا اللي هو المعاشره بالاكراه مش اغتصاب. انا رافضه تماما، انت ما زلت رافضه الكلمه دي.